نروح على السينما. يلا بينا. يوم 10 مارس رح يتم بصالات السينما اطلاق فيلم ابطال ام تشامبيونز. انا سمعت عن الفيلم ده وهو من بطوله ياسر السجاف، فاطمه البنوي، خالد الحربي. وكمان بضيف انه ترى على فكره الفيلم من انتاج سعودي اسباني، والاخراج كان للمخرج الاسباني مانويل كالفو، اما الانتاج التنفيذي يا جماعه كان للامير سعود تركي بن فيصل. مظبوط، ابطال مقتبس من فيلم اسباني وعنده رساله انسانيه حلوه، بتشارك فيه مجموعه من اطفال اصحاب الهمم. فعلا هنقول تفاصيل الفيلم كله، استني شويه، خلي الناس يعني خلي الناس يروحوا يتفرجوا على الفيلم يا جماعه. في حال لو ما قدرتوش تروحوا تتفرجوا على الفيلم، فيلم هيكون بعد فتره من عرضه حصريا على منصه شاهد. اوكي، وبالصلاة ب10 مارس ما تنسوا.